اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اولى فقرات اليوم في ملعب الاهلي. كريم سعيد هيكون معايا وهو بالفعل معايا علشان نتكلم اكتر عن الصحافه المصريه وبعض الجمل الفنيه الخاصه بنادي سان داونز ونادي الاهلي. كريم ازيك؟ كريم مشرف ومنور والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك كابتن اسلام ومساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه اليوم. اخبار ايدك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت كده خلي بالك مش مشكله في الكوره بقى مشكله في الوقعه. طيب الحمد لله. كريم النهارده الحقيقه معظم الصحافه المصريه اتكلمت عن مباراه النادي الاهلي او كل الصحافه المصريه اتكلمت عن مباراه النادي الاهلي وسان داونز ووصفت الموضوع بالثار. ايه رايك؟ هو طبعا التعبير طبيعي لان اكيد الهزيمه اللي حصلت السنه اللي فاتت كانت واحده من اكبر الهزائم الكبيره، اكبر هزيمه تلقاها النادي الاهلي في تاريخه الافريقي، وبالتالي الصدفه اللي خلت القرعه توقع الفريقين في نفس الدور للسنه الثانيه على التوالي، فطبيعي جدا جدا اعلاميا ان مصطلح الثأر يتم استخدامه، مش بالثأر اللي هو اللي فيه يعني عنف او فيه زعل او فيه يعني مشاكل، ولكن الثأر الفني، لان اكيد اسم النادي الاهلي كان اكبر بكتير من انه يتلقى هذه الهزيمه السنه اللي فاتت. وطبعا احنا اتكلمنا كتير في الاسباب ويعني مش عايزين نخوض الامور تاني، بس لا خلينا نتكلم على القادم يعني بالظبط نتكلم في الشكل. نعم. الصحافه المصريه طبيعي طبيعي ان اكيد اللفظ يمكن يعني مثلا احنا كناس شغاله في الصحافه بالزبط. استخدام اللفظ اكيد مباح ومتاح، ممكن ناس كتير تستخدمه، ممكن بعض يعني الناس تتقبله بصوره مختلفه عن وجهه نظر المحرر، لكن المحرر لو استخدم اللفظ ده في عنوان او وصف المباراه لا هو عنوان مباح طبعا، لاكيد الظروف بتاعه مباراه السنه اللي فاتت والتزامن والصدفه اللي خلت الفرقتين يقعوا في نفس الدور للمره الثانيه على التوالي اكيد بيخلي الناس تفكر كتير في مصطلح الثأر. طيب كريم، الحاجه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها، هل هو ثأر؟ يعني انا ممكن ابقى مبسوط يعني لو كسبت مثلا سان داونز هنا 5 مثلا ورحت مثلا اتغلبت هناك وخرجت من البطوله، ولا انا في النهايه الثأر بالنسبه لي ان احنا نعدي من دور الثمانيه ونصل الى دور مش بالنسبه لي، انا اقصد بشكل عام. انا والله يا كابتن اسلام شايف الاثنين طبعا، اكيد النقطه الثانيه حضرتك قلتها هي الاساس، فكره التاهل للسيمي فاينل هو الاهم من السكور الكبير واهم اكيد من حته ان انا عايز ارد الهزيمه كسكور او كنتيجه بالزبط. لا انا معاك طبعا، فكره التاهل هو بطاقه الترشح هي الاهم للنادي الاهلي النهارده، اللي اكيد هي دي الهدف الاسمى للفريق، ان انا عايز اكسب البطوله، مش فكره ان انا عايز ارد ال5-0 بتاعت سان داونز. لا كده. فبالتالي احنا وكمان النادي الاهلي محتاج عايز يثبت ان الظروف اللي كانت في ماتش ال5-0 كانت ظروف فعلا احنا ما كناش مستعدين ليها بالشكل الامثل، وعشان كده حتى ربما تكون الناس مستنيه ماتش العوده عشان حته الطقر اكتر من ماتش الذهاب، يعني ماتش الذهاب احنا عايزين نحقق فيه نتيجه تخلينا نلعب هناك واحنا مرتاحين، يبقى الضغط على سان داونز. ادي مثل بسيط يعني النهارده ان شاء الله باذن الله باذن الله والنادي الاهلي حقق انتصار، ما بنتكلم مثلا ما بين 2-0 و3-0، يعني في فرق بيخليك مرتاح في ماتش العوده انه يخلي الخصم او سان داونز عنده ضغط عليه، هو ضغط عليه ودايما فاتح بقى خطوطه وبيلعب مش باريحيه زي ماتش السنه اللي فاتت، اكيد هيخلينا احنا اوكي ممكن الظروف دي تخلينا نعمل سكور هناك، لان سان داونز هيهاجم ويفتح خطوطه. كمان فايلر ورانا واثبت ان كل مبارياته الخارجيه في دور المجموعات نفس الفكر الهجومي، ما بيروحش هناك يتحفظ، مثلا ما بيعملش الحركه بتاعت مستر مانويل زمان لما بلعب بره ارضي بلعب بثلاثه في خط الوسط وبستغنى عن مركز البلاي ميكر، لا فايلر بيلعب في كل ماتشاته بكل في كل البطولات بنفس التكتيك وبنفس الفورميشن، بس بيختلف في اسم اللاعب الموجود في المركز. طيب لو جينا بصينا على المباراه ودور الثمانيه وذهاب دور الثمانيه وكذا طب. وكذا، هتلاقي مباراه صعبه، مباراه فيها ضغط كبير على الفريقين الحقيقه طب. ولكن نتيجة السابقة، وأنا ما بحبش أتكلم في السابق، ولكن أنت يعني لو الواحد كلاعب بيفكر فيما سبق، خصوصا أن معظم اللعيبة اللي موجودين دلوقتي تقريبا معظمهم ما لعبش في المباراة الأولى باستثناء 3 أو 4 لعيبة، يعني هل اللعيبة الباقية دي هتفكر في المباراة السابقة ويزيد الضغط عليها، ولا أنا عايز أكسب وأوصل وخلاص؟ شوف طبعا هو أكبر اسم أعتقد ربما يفكر بالأسلوب اللي حضرتك تفضلت وقلت عليها هيكون محمد هاني، لأن محمد هاني في مباراة ال5-0 مارتن لاسارت لو نفتكر كان خرجه في الدقيقة 22 في تغييرة كانت في وجهة نظري الشخصية كانت عجيبة جدا وكانت تغييرة ظلمة جدا، التغييرة دي خلت الناس تعتقد ان محمد هاني كان ثغره او كان هو المشكله في المباراه دي، وده فنيا وخططيا وتحليليا لم يكن هو ده الصح، لا خالص محمد هاني ما كانتش مشكله عنده خالص ابدا
ابدا. محمد هاني قدم مباراه جيده، ومحمد هاني مقدم حتى السنه دي مع النادي الاهلي مستوى جيد، لكن انا لو مكانه هبدا افتكر طبعا غصب عني. هو الوحيد اللي ممكن ذهني يفكر فيها. ذهني ممكن اكيد هيسترجع بشكل عام اللعيبه كلهم طبعا، بس محمد هاني بالذات هيسترجع الحته دي. لكن باقي زي ما انت قلت برضو التشكيل بتاع النادي الاهلي والتوظيف بتاع الفريق مختلف. حتى بيتسو موسيماني نفسه في مؤتمر الصحفي، احنا عارفين طبعا هو مدير فني ذكي جدا وبيعرف يتلاعب بالالفاظ. مش فظيع، فظيع بصراحه، راجل فظيع فعلا يعني، بيعرف ومتابع كويس قوي. وخلي بالك هو لو تفتكر كمان في من ايام الزمالك، نعم طبعا مباراه الزمالك، ايوه صح صحيح 2016 وصن داونز في دوري 2016 نعم. نفس الكلام برضو صحيح. لا وكمان طبعا خالد علي، خالد علي طبعا المنسق والمحلل الاداء اللي معاه طبعا، هو رجل مصري طبعا واحنا عارفينه وشفناه من السنه اللي فاتت، اكيد بينقل له الظروف عندنا وبينقل له كل الاخبار، وبالتالي هو الراجل عارف. حتى شفناه في المؤتمر الصحفي بيقول ان الفورميشن بتاع النادي الاهلي والسنه دي الفرقه اللي انا هقابلها مختلفه تماما عن فريق السنه اللي فاتت، وبالتالي بيحاول هو من خلال تصريحات ان هو يزيد الضغط على لعيبه النادي الاهلي، ان انتوا المطالبين بالمبادره بالظبط، فاهم قصدي؟ خلي بالك هو ده اللي هو عايزه بالظبط طبعا جوه الملعب. طبعا هو عايز طبعا، هو عشان كده انا شايف ان هو ربما يفكر النهارده في الزون ديفنس اكتر ما يفكر في الضغط العالي زي ما كنا متعودين منه مثلا في ماتش ملعبه. ربما نشوف النهارده سان داونز دفاعيا مختلف بشكل مش مشابه للي احنا شفناه في ماتش الخمسة صفر. طيب برضو لما تيجي لو انت بتنظر الى صحافة المصرية النهارده، نعم، من اكتر العناوين اللي شدتك ايه؟ او يعني انت شايف ان الصحافة المصرية بتدير مثل هذه المباريات بشكل جيد؟ شوف يا كابتن، طبعا نقطة مهمة جدا لازم تبقى، اتمنى يكون الاعلام واخد باله منها النهارده، حتة الجمهور. النهارده في حضور جماهيري كبير للنادي الاهلي، وده احنا مش معتادين عليه في ماتشات الدوري، نقطة مهمة. وادي مثلا بسيط من مباراة امبارح اللي شاف ماتش الرجاء ومازيمبي، ربما الرجاء ما كانش في ارض الملعب في افضل ما يكون، لكن كسب مازيمبي بالجمهور. لكن بصراحة الجمهور امبارح فعلا كان عامل مساعد واضح جدا مع فريق الرجاء، وهو حتى الجمهور عارف ان الفريق مش في افضل حالاته الفنيه. شفناه يعني بيجري تغييرات كتيره في المدير الفني دي صابر كان معاه، وبعد كده مشي، بعد كده جه جاريدو، يعني الفريق نفسه مش منتظم بالشكل الجيد، وبالتالي شفنا الفريق امبارح بيقدر يحقق الانتصار بمساعده الجمهور. اتمنى يكون نقطه مهمه جدا طبعا النهارده النادي الاهلي يقدر يستغلها، وحته عامل الجمهور في ان النهارده جمهور النادي الاهلي يقدر يساعد النادي الاهلي بالظبط بالظبط زي ما كانت المساعده يفتكر في 2008 قدام القطن الكاميروني في ماتش ال 2-0. طيب لو جينا ننظر بقى الى نادي سان داونز من الناحيه الفنيه، بتشوف نادي سان داونز من الناحيه الفنيه من الثمان فرق اللي موجوده عامل ازاي؟ هو طبعا سان داونز اكيد واحد من الفرق المرشحه، واكيد واحد يعني من افضل الفرق بتلعب كوره على الارض، واحنا استعرضنا كتير فكره سان داونز تاكتيك بيتسو موسيماني، فريق من الفرق اللي بتلعب على الاستحواذ، وكمان فريق بيحقق في المباراه الواحده اكتر من 500 باص، فخلاص احنا بنتكلم على فريق بيستحوذ. ولكن خليني اخدك لنقطه مهمه جدا واعتقد هي متعلقه شويه بالتشكيل اللي ممكن يفكر فيه ريني فاير في حته جونيور اغيه. احنا دايما بنتكلم دايما مساله راس الحربه والليفت وينجر بسبب اصابه رمضان صبحي، هم دول المركزين دايما بيبقى فيهم يعني شغل شويه عند ريني فاير من مباراه لمباراه اخرى. انا بشوف النهارده طبعا اكيد في وجود زواني، وفي وجود اكيد طبعا لجونكا اكيد هيلعب، هو طبعا بيتسو موسيماني قال ان هو مصاب، لكن طبعا انا اشوف التصريح ده كان تصريح سياسي طبعا اكتر منه تصريح حقيقي، وبالتالي اعتقد بوجود هذا الثنائي جونكا وزواني هيبقى ريني فايا مضطر انه يخلي جونيور اجايي هو الليفت وينجر عن جيرالدو. جيرالدو بصراحه مقدم فتره رائعه جدا مع النادي الاهلي، ربما ينقصه موضوع الفينشنج، بس النهارده اشوف فايلر ربما بعد دراسه سان داونز في الوقت الاخير وجود زواني واحد من افضل الوينجات الشمال في افريقيا كلها، وشفناه حتى في كاس الامم قدام المنتخب المصري كان مميز جدا، فاعتقد ربما يبقى اجايي هو الجناح الايسر للنادي الاهلي اكتر ما يكون راس حربه، وربما يتم الدخول مروان محسن كراس حربه صريح. ليه؟ عشان النقطه الدفاعيه طبعا طبعا. النهارده النقطه الدفاعيه جيرالدو بيعملها اكتر من صحيح، بس مش عايزين ننسى ان بصراحه يعني ما اقدرش اقارن بين مباراه نادي الزمالك ومباراه نادي صن داونز. نادي الزمالك لحد ما كان نازل قدام النادي الاهلي خايف تماما، المباراه كانت من طرف واحد 90 دقيقه ما فيش ولا هجمه على مرمى محمد الشناوي، وده كان حتى متوقع
المتوقع، وده الامر اللي ريني فايلر بصراحه اجاد فيه جدا جدا لما اختار تشكيله الفريق في بدايه المباراه، وكانت تشكيله هجوميه بحته. محمد هاني هو الباك اليمين طاير على طول، علي معلول حتى متقدم، اجاييه وجيرالدو في مباراه السوبر طبعا بيضغطوا على نادي الزمالك وغلطوا لعيب كبير زي محمد عبد الشافي انه يغلط غلطتين في اول ربع ساعه قدام النادي الاهلي، كل ده بسبب ايه؟ بسبب العقليه بتاعت فايلر. لكن ما اقدرش ابقى بهذا الشكل الهجومي قوي قدام سان داونز، لا لازم اخلي بالي لان برضه سان داونز احنا بنتكلم على فريق بيملك لاعبين دوليين كبار جدا 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 ولاعيبه سريعه، وبيتسو موسيماني النهارده ممكن ربما يلعب زون ديفنس ويعمل نفس الحركه اللي عملها جوارديولا مع زيدان في البرنابيو، ان انا النهارده مش هلعب كوره على الارض كتير في الشوط الاول، ولكن هقول لزوان بالظبط كرات طوليه، وهقول لزوان حاول تستغل تقدم دفاع النادي الاهلي ونكسر الاوف سايد تراب بتمريره طوليه عشان نقدر نوصل لبره. لو لعبوا على الاوف سايد نعم يعني على الاوف سايد جيم نعم يعني هو طبيعي النادي الاهلي اعتقد في بدايه المباراه وجهاز الجو الحماسي دفاع متقدم وليس اكيد هنتقدم يعني هنتقدم بدفاعنا، طول ما انا بتقدم قدام اكيد الرباعي الخلفي هيبدا يتقدم معايا وانا دول محمد الشناوي بالظبط طبعا هو يغطي ورا الاثنين المساكين في حاله ان الكره وصلت له زي ما شفنا في الكره بتاعت حازم امام، ولكن اعتقد ان سان داونز النهارده بكل الظروف اللي هم شافوها بكل كمان فريق جاي بدري يعني السنه اللي فاتت الفريق السنه اللي فاتت جه قبل المباراه ب 48 ساعه لكن المره دي جايين بدري ومتحضرين للمباراه بشكل كبير، ولكن اكيد وطبعا بخلاف الاخبار السياسيه اللي هم قالوها، لكن اكيد مورينا لاعب خط الوسط عندهم طبعا ده اكيد مش هيلعب مباراه لان هو طبعا تعرض للاصابه الشديده اللي احنا شفناها في الفيديو في الدوري ده الوحيد الاكيد ده اكيد طبعا ده الوحيد اللي مش اكيد مش هيلعب، وطبعا نتمنى له كامل الشفاء ان شاء الله، بس اعتقد ان بيتسو موسيماني ربما يغير في افكاره النهارده، عشان كده ربما ده برضه يخلي ريني فايلر يورينا رباعي شويه مختلف عن اللي احنا شفناه قدام نادي الزمالك. طيب غيابات سان داونز هل سيكون لها تاثير باستثناء مورينا؟ طب هو بخلاف طبعا لا، طالما ان خط الوسط فيه جيلي وفيه كيكانا اعتقد هو بيبني الفرقه على الاثنين بالظبط، كيكانا زي ما احنا اتكلمنا كتير عليه كيكانا واحد من اهم لعيبه خط الوسط في سان داونز، واحد ندي برضو رقم للساده المشاهدين عشان يعرفوا اللاعب ده اهميته ايه، لاعب بيستلم الكوره في نص الملعب 79 مره في المباراه الواحده، يعني ده اكتر لعيب بيبقى اول واحد الناس بتفكر فيه. وادي مثل بسيط كده، مثلا نادي وادي دجله في مصر ما شفناه مع تكيس كان بيعتمد على بنى اللعب من عند الحارس، فبالتالي رقميا بيبقى اكتر اثنين بيمسوا الكوره الحارس والمساك اللي هو بياخد منه الكوره، لكن هم مش فعالين في الموضوع الهجومي، لازم لاعب من خط الوسط هو اللي ينزل ياخد منهم الكوره وهو ده اللي بيبني عليه، وبالتالي بشوف ان كيكانا هو اهم لاعب في سان داونز، وبالتالي لازم يكون النهارده الرقابه عليه مشابهه للرقابه اللي كانت على اسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز في ماتش نادي الاهلي وبيراميدز، لما قلنا ان اسلام عيسى استلم الكوره بس في الشوط الاول 6 مرات، ده بسبب ايه؟ بسبب ضغط ريني فايلر على البلاي ميكر عشان يمنع الرئه بتاعه الفريق، وبالتالي بشوف لا سان داونز مش هيتاثر بغياب مورينا لان هو في الاخر ليه دور هجومي فقط، وبالتالي وجود كيكانا وجود ايجيلي اكيد هيخلي خط الوسط بكامل قوته. خلينا نروح للتشكيله الرسميه للنادي الاهلي في هذه المباراه، محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي باك يمين، محمود متولي في قلب الدفاع، ياسر ابراهيم بجانبه في قلب الدفاع، علي معلول ناحيه الشمال، ثم عمرو السوليه واليو ديونج اثنين في قلب وخط وسط النادي الاهلي، ثم حسين الشحات وجونيور اجاييه على الاطراف، ومحمد مجدي قفشه من خلف مروان محسن راس حربه النادي الاهلي في مباراه اليوم، وتم استبعاد مصطفى شوبير وجيرالدو من قائمة العشرين لاعب المتواجدة مع النادي الأهلي، إذن بقية اللاعبين هيكونوا متواجدين على دكة على دكة البدلاء زي ما قلت لحضراتكم مرة أخرى، الشناوي، أحمد فتحي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، عمرو السلية، اليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاييه، محمد مجدي قفشة، وفي الأمام مروان محسن، وتم استبعاد مصطفى شوبير وجيرالدو. ايه رايك في تشكيله النادي الاهلي؟ طبعا هجوميا خلاص ريني فايلر فكر في نفس الامر اللي احنا فكرنا فيه، ازاي النهارده اقفل الجبهه بتاعه ديجونكا وبتاعه زواني، واكيد طبعا جون اجاي دوره الدفاعي اهم بكتير من جيرالدو، زي ما قلت جيرالدو اكيد مميز قدام الزمالك، ولكن التفكير قدام الزمالك حاجه والتفكير قدام سان داونز حاجه ثانيه، هو الجديد بس طبعا الثنائيه بتاعه ياسر ابراهيم ومحمود متولي، واعتقد هو فكر في مساله السرعه
هتفكر في مساله السرعه، وهو تفكير منطقي جدا. واكيد برضو نيفايا من افضل المديرين الفنيين اللي بيدرسوا المنافس، وحتى برضو دخول احمد فتحي اكيد برضو ربما يكون حاط في اعتباره حته محمد هاني ومساله ان انا مش عايز اطير الاثنين الزهراء بتوعي، هطير ممكن يكون مدي للاجنحه طبعا طبعا، بس هو الفكره كلها دفاعي. واضح جدا يا كابتن اسلام تفكير فايلر ازاي هقفل ما يخشش فيها جول. لا والتفكير وهنا برضو التفكير برضو انا عندي حذر، مش زي ماتش الزمالك. ماتش الزمالك انا ما عنديش اي حذر، انا هنزل اخد الاستحواذ وهضغط وهعمل فرص هعمل كل حاجه. قدام سان داونز لا، انا هحسب حساباتي، وعشان كده انا شايف ريني فايلر تشكيله مميز جدا وبيفكر، واضح جدا ان الراجل ده شغال على سان داونز بقاله فتره. اعتقد ان ال 90 دقيقه الثانيه في بريتوريا واضحه جدا في تشكيله ريني فايلر النهارده. طبعا اكيد حته اللي حضرتك تفضلت، معلش يا كريم، طبعا حضور جماهيري زي ما حضراتكم شايفين كالعاده دائما جمهور النادي الاهلي سند وظهر النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين هو ده المنظر اللي احنا بنحبه، هو ده المنظر اللي احنا عايزين نشوفه، هو ده جمهور النادي الاهلي اللي هيقف مع فريقه من الدقيقه واحد، او طبعا من دلوقتي الحقيقه حتى نهايه المباراه. مش عايزين استعجال، لسه عندنا 90 دقيقه اخرى ان شاء الله في بريتوريا. اتفضل يا كريم. طبعا اكيد فكره ان انا النهارده بحط تشكيل فيه حذر، بعض الحذر الدفاعي، انا عايز امنع سان داونز انه يهز الشباك بتاعتي في ارضي. اول انا خرجت من المباراه دي وانا كلين شيت، وقدرت ان انا احقق هدفين او ثلاث اهداف، يعني لو ربنا كرم اكيد بيخليني رايح بدفعه معنويه كبيره جدا. ليه؟ عشان انا في بريتوريا اكيد اي هدف هحرزه بيحط المزيد من الضغط على سان داونز، واكيد زي ما حضرتك برضو تفضلت وقلت ان حسابات بريتوريا مختلفه، والحمد لله النادي الاهلي برضو قبل مباراه النهارده مقرر اصلا ان انا نسافر قبل المباراه بخمس ايام عشان امور الاكسجين، وكمان حته ان المباراه الساعه 3 العصر. كريم اخيرا لو عندك اي حاجه في النواحي الفنيه ممكن تقول عليها. كل بس عايزين نقول ان اكيد النهارده النادي الاهلي بخلاف الامور الفنيه، انا شايف بصراحه بالتشكيل اللي اختاره ريني فايلر عمل كل الواجب، الهوم وورك اتعمل خلاص بشكل مميز جدا، يتبقى المسانده الجماهيريه. ان النادي الاهلي لازم النهارده نحس فعلا نفس الاحساس اللي شفناه امبارح في ماتش الرجاء. اتمنى بصراحه النادي الاهلي يبقى دايما معاه لعيب زياده من بدايه المباراه، وحتى لو هز شباك سان داونز اتاخر شويه ما يبقاش في مشكله، ما يبقاش في همهمه في المدرجات. لازم دايما الجمهور يحس فعلا لعيبه النادي الاهلي ان هو عامل مساعد، لان في نقطه مهمه كابتن اسلام، اللعيبه لما بتلعب فتره طويله بدون حضور جماهيري وفجاه يلاقي نفسه قدام، انا اعتقد النهارده مش 30000، اعتقد النهارده يبقى اكتر من 30000، ربما يصل ل 40000، لما يلاقي نفسه قدام هذا الكم من الجمهور ربما يحصل بعض الضغط، فنتمنى يبقى الضغط ده ايجابي مش سلبي. اخيرا كريم، تاثير السوشيال ميديا على هذه المباراه؟ لا خالص، انا مش شايف اي تاثير، يعني السوشيال ميديا في الاخر هي بتمنى دايما تبقى جانب مساعد. حتى بعض الناس احنا بنتكلم برضه يا كابتن اسلام على ملايين من الناس موجوده على السوشيال ميديا، امتى السوشيال ميديا تبقى مضره؟ بصراحه في حاله واحده بس، لو اللعيب مهتم بيها، لو اللعيب بيتاثر بيها، زي زمان هديك مثلا، زمان يعني في ايام حضراتكم الجرايد كانت موجوده، واللعيب كان في بعض مدير فنيين وبعض مدراء الكوره كان يقول لك لا 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 مش عايزك تقرا الجرايد خالص، مفيش حد ياخد ويتم سحب كل الجرايد من الطياره او من اوضه غرف الملابس، المهم انت ما تسمعش النقد سواء ايجابي او سلبي، مش عايزينك تسمعه، احنا عايزينك دايما مركز. فهو امتى السوشيال ميديا تتحول لعامل سلبي؟ أيوة. لما اللعيبه تتابعها، لما اللاعب بيبقى مركز. ما بيتابعش. نعم، في حد ما بيتابعش؟ ما هو لا، ما هو ما حدش، لا هو الناس كلها بتتابع، بس انا السؤال امتى؟ امتى؟ يعني زي مثلا انا اتفضلت مع حضرتك قبل كده وقلت اتمنى في رحله سان داونز ما يبقاش في موجود تابلتس، ما يبقاش موجود موبايلات، يبقى احنا متفقين يا جماعه معلش اليومين دول عايزين نبعد. ممكن نطمن الاهل بالتليفون مفيش مشكله، بس معلش التليفونات اليومين دول بس 48 ساعه، ما اعتقدش هيحصل اي حاجه. اي مفيش اي حاجه في العالم هيحصل فيها مشكله لو المباراه اتسحبت لمده 48 ساعه، بحيث ان انا ابعدك تماما عن ما يكتب على السوشيال ميديا، وخصوصا كمان ان اكيد اللعيبه النهارده على انستجرام على وجه الخصوص عندهم فولورز بصراحه بالملايين، فدي نقطه اعتقد هناخد ثمنها غالي قوي اذا ثبتنا وقدرنا نعملها. انا بشكرك شكرا جزيلا لزميلنا كريم سعيد النهارده، ودائما الحقيقه كمتالق العاده. ميرسي جدا كابتن سامي، انا بشكرك شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل فقرتنا الثانيه دكتور احمد ثابت، هنقف على الشاشه بس اللي ورانا وهنتكلم اكتر عن جمل فنيه تخص او نقاط الضعف والقوه بشكل مفصل وواضح بالنسبه لسان داونز من خلال الشاشه اللي ورانا. هطلع اشوف تقرير عن
تفوق النادي الأهلي على أندية جنوب إفريقيا في المواجهات المباشرة. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نستقبل دكتور أحمد ثابت.